This video is freeware, so you can use it as you wish. أثارت تعذيب المعتقلين في حماة. انظروا كم هم معذبون هؤلاء المعتقلين، كاتبين على ظهره بشار مشطبينه تشطيب سكين. مين اعتقلكم انت وياه؟ جاي. وليش شو تهموكم؟ تهمونا انه العراقرة بتدعمنا بالعملة، نحن ما بنعرف بنسمع فيه انه الشيخ عدنان عرور وما بنعرفه مين هو. بس هي التهمة؟ وتهمونه كمان انه السفير الامريكي عبعت لنا مصاري، انا ما بعرف لا شو هي الامريكا ولا بعرف شو هي، ما بعرف شو هو سفير. ايوه، هذا الجيش السوري الذي يدعي انه ضامن للاستقرار في سوريا يعذب الشباب ذو الاعمار. قديش عمركم؟ 16 من القصار، حتى انهم كسروا له يده. هذا مسكين البريء. هذه اصلاحاتك يا بشار. هذه اصلاحات بشار ابن بائع الجولان الخاين. الخاين لانه يلي بيقتل شعبه خاين. انتو بتعرفوا مين هذا بشار؟ لا. ما بتعرف بشار؟ لا. هذا بشار بسموه انه هو رئيسك، مع انك انت لا بتعرفه، بس هو عم يقتلك ويعذبك مع انك ما بتعرفه انت مين هذا. انا بشار. ما نعترف عليه. والله هذا الصح، نحن ما نعترف عليه هو رئيس لانه هو فقد شرعيته بالنسبة لنا. طيب انت لك نشاطات بالثورة يا معتقل؟ لا، بس عنا مصنع نووي عم نصنع فيه بتفجره. بدك تفجره لبشار؟ ايه. ولابنه حافظ. ولابنه حافظ. طيب إذن الله ما راح يعيش لحتى تكمل معملك النووي. شكرا لكم. See perhaps also. Info evidence. 24th April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...